الله معكم. أنا سوريا بشعلاني، أستاذة لاهوت بجامعة القديس يوسف ببيروت. أنا هون بفراسكاتي حد روما مع الكاردينال جريك وفريق العمل السينودوس. نحن 40 شخص أساقفة كهنة علمانيين رجال وسيدات متخصصين باللاهوت. وصلنا نهار الأربعاء الماضي ونحن صار لنا 4 أيام هون. شو عم نعمل؟ عم نصلي سوا وعم نقرأ كل التقارير يلي بعتتها الكنائس بالعالم حول السينودوسية. نحن في بين إيدينا أكيد تقارير الكنائس الكاثوليكية الشرقية 7 بمنطقتنا. عم نصلي سوا ومنقرأ التقارير لحتى نحاول نستخلص ونستنبط منها العناوين الكبيرة يلي شعب الله بالعالم وبالشرق الأوسط حابب إنه يفكر فيه بقوة الروح القدس لحتى نعرف شو رسالتنا بالعالم ونكون أدوات رجع. صلوا لنا لحتى نكون نحن كمان مصغيين للروح القدس معكم. صلوا لنا لحتى نحضر ملف القارات يلي رح يرجع لكم وتشتغلوا عليه بشباط 23 بلبنان مجموعين كل كنائس الشرق الأوسط. نحن منتكل على الله وعليكم والله معكم.